سؤال: لماذا لم يؤمن اليهود بمجيء السيد المسيح رغم كل النبوات التي تشير لمجيئه وما الحكمة في ذلك؟ اليهود كانوا ينتظرون مسيحا يخلصهم من حكم الرومان ويكون ملكا لهم من الناحية السياسية. جه السيد المسيح يقول: مملكتي ليست من هذا العالم، ولم يأخذ جانبا سياسيا فتابوا منه. دي نقطة. نقطة تانية: انهم اختلفوا في صفته، يعني كون ان يسوع الناصري قالوا هل يعني المسيح ما يجيش من الناصر وما يجيش من الجليل الى اخر هذا الكلام. وايضا السيد المسيح وبخهم على كثير من الاخطاء التي وقعوا فيها، يعني زعماء اليهود، فلم يستريحوا لذلك.